في اصطفاء حمل إمضاء الاتحاد الدولي الذي رشح اسمه ضيف حضور رسمي ضمن قائمة شملت بطاقة دعوتها علماء حاصلين على جائزة نوبل في الفيزياء. اختار الاتحاد الدولي للفلك الأكاديمي الفلسطيني الدكتور سليمان بركة مدير مركز أبحاث الفضاء والفلك في جامعة الأقصى بغزة ليكون من كبار علماء الفيزياء العالميين المدعوين لحضور برنامج الاحتفال بمئوية إنشاء الاتحاد الدولي للفلك المقرر تنظيم نسختها في شهر أبريل القادم بمقر الاتحاد مدينة بروكسل. خبر تقدم موقع دلاليته موعد الحدث محدثا عن سيرة تفوق علمي ومسيرة إنجاز أكاديمي مهدت بشهادة ماجستير في الفيزياء النظرية من الجامعة الإسلامية في غزة وتوجت بنيل شهادة دكتوراه من معهد الفيزياء الفلكية في باريس وشفعت بتولي كرسي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في مجال علم الفلك والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء بالتوازي مع تبوؤ موقع إداري في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عهد إليه فيه بالعمل مع طاقم فيزيائي لحل بعض المشاكل المتعلقة بتأمين بيئة فضائية سليمة للمركبات الفضائية في مواجهة النشاطات الإشعاعية الشمسية والصدمات الكهربائية المفاجئة. ثم مهرت حديثا بنيل البروفيسور سليمان بركة الجائزة الدولية للعلوم في مجال علم الفضاء رينا بولون. نبوغ لم يمنع ابن قطاع غزة من الخروج على المقرر العلمي في لحظة تجل عاطفي توصل فيها إلى وضع توجيه نفسي للجاذبية الأرضية غير الذي خرج به قانون نيوتن واعتمدته المراجع والمعاجم العلمية الحديثة. توجيه انطباعي غير ملزم قرر بموجبه شقيق الشهيد الغزي نور بركة أن يعكف على تأسيس وإرساء مركز أبحاث متخصص يسعى لنشر علوم الفضاء والفلك وإفشائها في المنهاج التعليمي الفلسطيني على ثرى قطاع غزة الذي آثر العودة إليه والعمل فيه متفرغا على حساب موقعه في وكالة ناسا مقدما بين يدي موقفه بقوله قررت العودة من دراسة مساحات الفضاء الواسعة إلى جيب أرضي صغير.